نشيد القوات المسلحة الملكية التي قامت في 13 نوفمبر 2020 بتأمين حلية تناقل الأشخاص والبضائع بما بر الدرات بين المغرب وموريتانيا الشقيقة. وقد وضع هذا العمل السلمي الحازم حدا للاستفزازات والاجتماعات التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها على أمن واستقرار المنطقة. وبنفس الروح الإيجابية نؤمن عن تقديرنا لتزايد الدعم الملموس لعدالة قضيتنا. وإننا نعتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهو نتيجة طبيعية للدعم المتواصل للإدارات الأمريكية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية. وهذا التوجه يعزز بشكل لا نجاة فيه العملية السياسية نحو حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة قنصليات في مدينتي العيون والدخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي. هو أحسن جواب قانوني ودبلوماسي على الذين يدعون بأن الاعتراف بأرضية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا. ومن حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ودعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق. شبير عزيز، إن المغرب لا يتفاوض على صحرائها، ومغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا ما تروح فوق طاولة المفاوضات. وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وعلى هذا الأساس نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي، كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة ميرسو في نطاق اختصاصاتها المحددة. وفي هذا الإطار نجدد التعليق لمعالي أمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ولمبعوثه الشخصي. شيء تضر الخطاب لصاحب الجلالة هو خطاب وازن، ورسالته كانت هادفة وقوية. فالمغرب لا يفاوض على صحراء، فالصحراء المغربية واعتراف على الكبير من الدول، وسيما كذلك ذكر الولايات المتحدة أنه يعني الصحراء مغرب، وأن المغرب هو ديالو في الصحراء هي مواطنة فيها، وكذلك أن صاحب الجلالة أكد بأنه لا يفاوض على مغربية الصحراء، بل يفاوض على أن يكون حل مقبول لدى الجميع بحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وكذلك تتمنى دائما أن الدول المغربية الخمسة تكون تتمتع بالاستقرار وبالازدهار وبالأمن. إذن هذه هي الرسائل اللي كانت يمكننا أن نستنتج من هذا الخطاب السامي، أنه التنمية دائما هي العمود الفقري ديال العمل المغرب في كل ترابه، وفي الصحراء المغربية الممثلين ديالها هما المنتخبين ينتخبوا بطريقة شرعية قانونية، وهذا الشيء كذلك سهلا هو هذا انتخابات الجماعات المحلية هما الممثلين ديال الساكنة في الصحراء. وإن شاء الله أنه دائماً المغرب منتصر في قضيته الوطنية، ودائماً سينتصر كذلك في تحدي ورفع التحدي في التنمية لكل البلاد.